الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي نبدأ بتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار، حيث يسود طقس غائم جزئي مع فرصة لزخات من الأمطار 35 درجة مئوية، الملموسة 34 والرطوبة 14% والرياح خفيفة السرعة بالمجمل. ننتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا سكاكا 40 إلى 25، عرعر 39 إلى 24، تبوك 39 إلى 24 أيضا. المنطقة الغربية المدينة المنورة فرصة لزخات رعدية من الأمطار 40 إلى 27، مدينة جدة 38 إلى 29، مكة المكرمة 40 إلى 29 مع فرصة لزخات رعدية من الأمطار، والطائف 38 إلى 19. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة زخات رعدية من الأمطار 24 إلى 20، أبها 27 إلى 17، جازان 35 إلى 32. المنطقة الشرقية حفر الباطن طقس مغبر 40 إلى 27، الدمام 43 إلى 26 مع غبار خفيف، إحساء تفرق لبعض الغيوم العالية 42 إلى 27 درجة مئوية. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض فرصة لزخات من الأمطار 40 إلى 26، نفس الشيء في بريدة مع 38 إلى 22، وحائل طقس صافي 36 إلى 22. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.